انت شايف ان فكره النهائي يبقى مباراه واحده، هل نجح الاتحاد الافريقي في ان يعمل المباراه النهائيه من مباراه واحده، وهل دي فيها تكافؤ فرص؟ يعني مباراه واحده يعني، والحقيقه الاختيار كان في يعني مش عارفين يعني، اختيروا قبلها بشهرين يعني، المفروض ان اختار قبلها بسنه، قبلها بسنتين الاتحاد الاوروبي يبقى عارف ما لعبش بلائحه وانهي بلائحه تانية. وبعدين يعني هم جم في قبل دور الثمانيه باين قالوا في المغرب، طب المغرب كانت بتلعب يعني، ما انا بقى انا مستغرب لها يعني، كان في احتمال يوصل النهائي. طب يوصل نهائي وهو يتحكم فيا، يقول لي صحفيين تيجي وصحفيين ما تجيش وبتاع، كان عمليه غريبه جدا يعني. وهو ممكن لو مش عايزين ان هو يبقى احد طرفي النهائي يستفيد، ممكن اعلن من الاول يحط توقعاته لاي فرقتين تانيين، اختار اثنين بالظبط كده، اختار بلدين وتبقى العمليه. ولو الاختيار الاول في فريق منه وصل النهائي، يبقى هو الاختيار الثاني وتبقى معروفه. دول النجوم طبعا اللي اسعدونا الفتره في مباراه بتاعه النهائي الاسبوع اللي فات، وليكوا حق تفرحوا وليكوا حق تتبسطوا زي ما اسعدتونا، احنا نتمنى من ربنا ان يسعدكم كمان وكمان.